السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح أعمل لكم وصفة كتير كتير طيبة، وفي يعني سبحان الله إلى راغبين وفي ناس ما كتير ترغب فيها، بس هي كتير كتير طيبة. هي البامي. هاي البامي أنا بجيبها هون مفرزة، بلاقي غير مفرزة، ووقت بجيبها بحاول من برا لمس على الكيس على حبات البامي مشان تكون حباتها صغيرة، لأن مرات ما بتنشاف وتكون حباتها كتير كبيرة وما نظيفة. بدها دبس بندورة، وعندي فلفل اسود وفليفلي، وفي عندي راسين توم. انتوا رح تستغربوا انه كثره توم بالوصفه، لا البامي بدها توم كثير. وفي عندي نص كيلو لحمه راس العصفور، وانا حوستها للحمه نفس طريقه اللي عملت فيها لحمه البازيلا بمرقه البندوره. بحط لكم رابط ان شاء الله بصندوق الوصف. بس اول شيء رح اعمله هلا اني رح اقلي البامي، ورح فرجيكم على السريع وانا عم بعمل اللحمه مشان ما يطول عليكم الفيديو. هيك بحطها بالزيت، طبعا زيت زيتون، وبخليها تاخذ تحميره من الجهتين، ما بقلب اول ما بحطها لتاخذ لون مشان ما طالع لي مي، وبسكب عليها المي وبتركها تستوى على هينتا ومهلا بين ما اقلي البامي. هلا شوفوا كيف انت انقلى، خليها هيك تاخذ هيك تحميره خفيفه. في ناس تحب تحمرها زيادة، في ناس ما بتحب تقليها خالص، يعني هاي كمان الموضوع القلي بيرجع لرغبة كل شخص كيف بحبها للبامي. أنا بكتفي فيها هلأ هيك بهذا الشكل، حطها على الورق ورق المطبخ مشان تاخذ هالزيت كله، ان شاء الله بس استوت اللحمه. وانا قلت لكم هداك النهار وقت عملت الرز بازيلا، قلت لكم انا شو الهدف من اني اقلي اللحمه قبل ما احطها سلقه. كان فيني انا احطها راسا سلقه، بس انا بعمل لها هاي التقلايه الخفيفه، بحبها تروح منها نكهه يعني السلق، ما تاخذ بس نكهه انه لحمه مسلوقه وحطها بقلبها، لا. لما بتصير لها هاي اللدعه سبحان الله بتعطي طعمي اطيب من وقت اللي بتنسلق سلق، ما بحب طعم التسليق باللحمه. فان شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكم، وان شاء الله كمان طريقتي بالبامي بتعجبكم باذن الله تعالى. هلا رجعت لكم بعد ما استوت اللحمه، شوفوا حتى يعني بعد ما انسلقت طلعتها من السلق اخذي هاي التشويحه، يعني ما بتضل فيها مثل ما قلت لكم طعم التسليق. فانا بحط لكم احط هلا بحط ملعقتين دبس بندوره وحوسهم باللحمة، وأنا حاطة شوي زيت زيتون بالسفل لأنه البامي أساسا هي قليت الزيت، يعني ما بدي كتر كثير زيوت. عندي هون في مي رح نزلها، وأنا هون سكبت المي فوق اللحمة والبندورة بنتظرها بس لتغلى. أنا لهلأ ما حاطة للحمة ملح أبدا، انا فرجيتكم هداك النهار كيف بعملها وقت عملت البازيلا وجنب رز بمرقه حمراء. رح احط لكم رابط بصندوق الوصف بتشوفوا انا كيف عملت اللحمه. وهلا بستغلى اللحمه والمرقه، انا رح اسقط فوقهم البامي راسا. وكميه الثوم انا في هون عندي كميه ثوم، هاي ترمت قسم والقسم الثاني رح بهرسه هرس. هلا بس سقط الباميات بنزل فوقهم قطع الثوم المقطعه. هلا صارت تغلى المرقه، رح سقط فوقهم حبات البامي المقليه، والبامي المقليه اختياري. واللحمه على فكره فينكم ما تعملوها راس عصفور شقف، فينكم تعملوها ناعمه، هذا اختياري. هي هيك يعني في ناس ما بتحب اللحمه الناعمه بقلبها، بفضلوا ياكلوا بامي ومرقه، فهيك اللي بحب اللحمه بياخذ قطعه اللحمه، ما بحب اللحمه بياخذ بامي ومرقه. ما بحركها كثير بخليها هيك. وهلا رح نزل البامي
عفوا، رح نزل الثوم المشرح فوقه، اتركهم ببعضهم، ورح بهرس النايات الثوم الموجودين كمان لإلها. كتير كتير على فكرة البامي، الثوم هذا بيعطي البامي نكهة طيبة، بس يعني على فكرة اللي بحب انه يقلل الكمية ما في مانع، بحب بس يهرس هرس كمان ما في مانع، لكن قطع الثوم بقلبها كتير ظريفة كمنظر ونكهة. انا هلا رح هدي تحتها شوي واهرس الثوم وركز ملحها واتركها تستوى على هينتها ومحلها. هلا بهرس الثوم فوقها لانه، وضفت لها دمعة مي لانه البامي بتغب مي، ما بدي اياها بالسماكي اللي كانت فيها، بدي اياها وقت تستوى تصير بهديك السماكي اللي كانت فيها. فهلا بس هديت تحتها، بتركها بدون غطا لانه الغطا بخليها تفتح البامي وانا ما بدي اياها، بدي اياها هيك تضل سليمه. ورح احط لها هلا، قلت لكم اني انا ما كنت حاطه ملح للحمه ولا ابدا، فهلا رح احط بودره الخضار المجففه. كثيرين قالوا لي انه ليش تقولي بودره الماجي وهي اساسا بودره الخضار المجففه، فحبينا نصلح المعلومه انه هي فعلا بودره خضار مجففه ما انا بودره ماجي، لكن احنا التسميه القديمه خلتنا تغلب يعني. فحطيت لها هلا وبدوق ملحها، واذا ناقصه ملح برش لها ملح عادي. وهلا تركنا البامي هون تغلى، ورح احضر الرز لانه البامي اكيد جنبها بيلبق للرز، حتى البرغل على فكره اللي بيحب البرغل وبفضل البرغل، حتى البرغل كتير كتير طيب جنب البامي، حتى برغل بالشعيريه. وانا هلا رح اعمل الرز، والرز ان شاء الله انا مطبقته بوصفي، رح نزل لكم رابط، احط لكم رابط بصندوق الوصف بتشوفوا باذن الله تعالى. هلا شوفوا البامي بس صارت تذوب بالمرقه وخلص يعني قربت على مرحلة الاستواء النهائي، بتنزل لتحت بتطل فايشي على وجه المرأة، يعني بتبطل البامي فايشي لفوق، بتصير لأنها غبت مرأة وعم تستوي مزبوط وخلص قربت للمرحلة النهائية. هلأ حطيت رشة فليفل ناعمي حمرة ناعمة، ورح حط لها رشة فلفل أسود. ونسيت أقولكم ضمن الوصفة إني بدي أحط لها معلقة دبس رمان، هاي بالنهاية بحط لها إياها بتغلى فيها غلوتين ونصفعية بإذن الله تعالى. وهلا بهاي المرحلة النهائية قبل ما اطفي بشغلة 5 دقايق بحط لها معلقتين دبس رمان، وين ما بحب نكهة دبس الرمان فيني بحط لها عصرة ليموني. هلا بالضبط كتير بيعطيها نكهة طيبة، وكيف تحركها بكل هدوء. خليت غلى 2 3 دقايق بدبس الرمان، وان شاء الله بفرجيكم مرحلة السكب. وهيك صارت وصفتنا جاهزة، البامي ورز على طريقتي وطريقة أمي الله يرحمها. يعني هاي أبدا بتفاصيلها مثل ما كانت تعملها الوالدة الله يرحمها، جنبها رز. إن شاء الله الرز بنزل لكم إياه، قلت لكم بحط لكم رابط الرز بصندوق الوصف، وجنبها خضار والفليفلي أكيد هي من أهم الشيء جنبها. وإذا بتحبوا جنبها لبان. وعاد وصفاتي ما بتعرفوها لتجربوها، إن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وتابعونا على الإنستا وعلى الفيسبوك، ومنزلكم وصفاتنا إن شاء الله كلها بإذن الله تعالى. اللي بيحب يتابعنا ويطبق وصفاتنا، وإن شاء الله يا رب تعجبكم ونال الدعاء. شوفوا البامي، يعني أنا مسميتها هاي الأكلة ست الأكل. شوفوا اللحمة دايبة دوبان، دايبة اللحمة. البامي هي ست الأكل مع قرن فليفلي. يا سلام، عن جد ست الأكل. جربوها وجربوا وصفتي وخبروني بالتعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.